وانا صغير كان من ضمن احلامي اللي كان نفسي احققها ان عنكبوت زي اللي عض سبايدر مان يعضني واقدر بسهوله امشي على الحيطه واطلع خيوط من ايدي. بس هو ايه اللي ممكن يحصل لو عنكبوت نفس النوع اللي عض سبايدر مان عض بني ادم؟ وهل فعلا ممكن حد يتحول لسبايدر مان؟ عشان تعرف الاجابات دي تعال احكي لك. في الاول خليني اقول لك ان العنكبوت اللي عض سبايدر مان كان على الارجح عنكبوت اسمه الارمله السوداء، واللي كان في الفيلم اتعرض لنسبه كبيره من الاشعاع. سم عنكبوت الارمله السوداء اقوى 15 مره من الافعى الجراثيه، لكنه من انواع السموم اللي بتاثر على الجهاز العصبي، فنادر جدا لما بتسبب في حالات وفاه. طيب نفترض انا جبت النوع ده من العناكب وعرضته للاشعاع وحطيته على ايدي وخليته يقرصني، ايه اللي هيحصل؟ هتحول لسبايدر مان؟ الاجابه لا طبعا. كميه المواد المشعه اللي هتتنقل لك من عنكبوت مشع اكيد كميه قليله جدا، وانت اصلا ممكن تكون بتتعرض لاكتر منها في يومك العادي، ده غير ان العنكبوت نفسه هيموت لو اتعرض للكم ده من الاشعاع. طيب لو جبته وهو مش مشع وخليته يقرصني، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجه غير انك هتتسمم، وعلى الارجح هيلحقوك